2011 لدلوقتي زدنا 25 مليون. يا رب ارحمني بقى، عجل بأمري عجل بأمري عجل خلاص. المهم بيقول لي هو في عندك أزمة؟ في أزمة مية ولا حاجة؟ جدعان أنا قعدة نادي الجندي اللي قاعدها خير جزمة دي مش مريحاني. مش خير جزمة، في كمين، في حاجة مش مطمن. حد عارف رغيف العيش بيتكلف كام دلوقتي؟ طب أنا أقول لكم. يا سلام قول. جنيه وربع. أصل في ناس ما تحبش تتكلم يعني. أنا الكلام ده ما يكونش معايا خير يا جزمة. اتفضل. بس جاتك من الصبح عمال تقول فينا كلام وتقول فينا وقاعد. أبلعك وعهد الله يا جزمة وأنت عارف كويس كده. لكن لازم تحطه في اعتبار التحديات اللي بتقابلنا. الحرام لما بيغلب في قضية بتكون لابسها. الأزمة بتاعت كورونا والأزمة العالمية اللي موجودة. بروح رايح رامي بلاوي وروح مقطع وشه ومفتك نفسه وداخل بوشه في البراسيس يتبهدل. يا جماعة ده الظروف صعبة جدا على الدنيا كلها ودي أزمة مش بتاعتنا. ويخش على اسمه يقول الظابط ده هو اللي ضربني وهو اللي عورني. إنما مصر بتدفع ثمن زي كل دول العالم ما بتدفع. يوم يطلع من قضية زي القرعة من الضفيرة. في ناس ما تحبش تتكلم. ليه ما بتتكلمش؟ ليه ما بتقولش؟ دي في الأوكي الجواب بيبان من عنوانه. خش على التاني. ايه حاحد انت واكل نعناع ولا ايه؟ بتقولوا ليه الكهرباء ما بتتعملش؟ بتقولوا ليه؟ قول يا ستموني قول. لو انا خدت ثمن الكهرباء الحقيقيه هضاعف ثمنها مرتين. طب الغلبان هيروح مني فين؟ يا عيني اقطع الكهرباء ولا اغليها؟ بيكلم مين ده؟ بيكلمنا انا. ماشي يا باشا يلا بينا احنا بقى عشان نلحق نذبح الذبيحه العيانه دي. لو انا النهارده مواطن بدفع 100 جنيه في الشهر، لو انا عايز ابيع له الكهرباء بسعرها اللي بكلفوني دلوقتي اخد منه 300 جنيه، طب احنا بنعمل كده؟ لا. سلام. انا بتحمل المسؤوليه امام الله قدامكم. ربنا يبتلي بغرابة ولا نقر عينيه يا امين يا رب. عشان الكهرباء دي تستخدم على مدار 24 ساعة. مفيش قطع كهرباء خالص، لازم اخلي ثمن الكهرباء لوزير الكهرباء قد ثمنها ده مرتين ثلاثة. اقطع الكهرباء ولا اغليها؟ عشان احنا شعب بيحب ياكل على قفاه. معاك حق. هو القفا دايما مظلوم. وانا مش عارف الاسعار عاملة ازاي، لكن انتم شعب عظيم جدا. كل التحية والتقدير ليكم. بقاله بيتحمل كتير قوي في الزمان ده. ما تتضايقش ادفع بقى. بحبك يا ستموني مهما الناس لموني. وانا بكلمكم بمنتهى الصراحه. راجل من غير حلفان ما باين على وجهك. وبرضه بقى الناس تفتكر نقول كده زياده ولا من زيادات. لا والله ان انا بدردش معاكم عشان دي بلدنا كلنا مش بتاعت حد لوحده. في هذه الحاله من الممكن ان افكر قليلا. شكرا للرجاله تكلوا انتوا على الله ان جمالكم في الافراح. بالمناسبه ما دخلناش الصيف ده، احنا كل ده واحنا على البر. اذا كان هذا العرض ساريا اذا معدتي ارتاحت. ولم تكن مصر ولم تكن القاهره هي الاعلى درجات حراره في العالم. مين قال هذا الكلام؟ الصيف لسه هيبدا يوم 20 يونيو، يعني كل ده دلع. الحمد لله. السلام عليكم. السلام عليكم. ده انقذتني من الافلاس. وانا مش عارف الاسعار عامله ازاي. رفعتني فوق 100 درجه. لكن انتم شعب عظيم جدا، كل التحيه والتقدير ليكم. مش عارف اكافئك بايه. افتح التابلو في مفاجاه في انتظارك. لازم افتح. حد عارف رغيف العيش بيتكلف كام دلوقتي؟ هتلاقي ظرف. افتح الظرف. طب انا اقول لكم خلاص بقى في البيت بقى. لا دلوقتي عايز اشوف الفرحه في عينك. لازم تحرجني والله. جنيه وربع دي اقل حاجه ممكن اقدمها لك. جنيه وربع. بس في ناس ما بتحبش تتكلم يعني. مش خساره فيك على فكره. فلو انت جيت النهارده اتكلمت في كهرباء بدون دعم مطلق وغاز بدون دعم مطلق الناس مش هتستحمل. انزل يلا انزل. انزل كمان؟ ده عايز الاول اغني الناس. انزل بقى زغلط بقى وعيش معاك فلوس اهو. انزل عيش يومك. انه حصل زياده في المرتبات وبالتالي اللي زاد باليمين بيدفع بالشمال في الزياده. يا عم انزل انطلق معاك فلوس اعمل اللي انت عايزه. عايزين تشوفوه ولا مش حاسين بيه؟ انت كده مرضي؟ انا مرضي جدا. لكن البرضو انا كنت كنت هو تقل في الشرب ولا ايه؟ كنت متصور والله العظيم ثلاثة ان المصير ما هيستحمل، لكن الحكمة العجيبة انه مستحمل. دول جدعان يا ريس. قوي جدا. قوي والله. واد عسل عسل. اقطع الكهرباء ولا اغليها؟ هو انتوا عايزين تضحكوا يعني؟ الصيف لسه هيبدا يوم 20 يونيو، يعني كل ده دلع. يعني انتوا عاملين دي فكره كوميديانيه وكده وضحك وهستري الضحك؟ عندنا تحديات اهم من الكهرباء.
التاني هنضحك تاني بقى وكوميديا برضه ولا ايه برضه؟ طب قول لنا نكته. طيب ما دام دي مش حلوه دي. اتمنى الصوره تكون عند الجميع. انت شبه الواد اللي بيلعب على فكره في ليفربول. ده احنا بالمناسبه ما دخلناش الصيف. محمد سلام. ده احنا كل ده واحنا على البر. انا شبه محمد سلام. لا شبه الواد الاسود اللي جنبه منير. مش عارف والله. هاي نفس الخلقه. ايوه الرغيف اللي هيعيش وهيغلى وما يغلاش لن يمس ولن يمس. انت بتقرفصنا. ليه الوقت ان رغيف العيش ابو خمسه ساغ ده واحد صباح بيصبح من محافظه الاليوبيه يزيد تمن على كل الناس اللي موجوده في قلب المنطقه دي جنيه وربع. الناس اللي فايقين بس السكرانين. لا يا عم الحاج بس في ناس بتحبش تتكلم. يعني ده نجاح باهر للشخصيه. ده سوكسيه. انا ما بخافش غير حاجه واحده منكم انتم يا مصريين. بركه في النضاره. انت يا شعب مش عارف تفهم. هتفهمك لميس دلوقتي. سنه فيها امل. سنه فيها انسانيه. ناس طيبين قوي. السنه مش داخله معانا علينا برجلها اليمين ابدا. هو نهار شمال. هي داخله علينا برجلها الشمال من اول النهار. نهار شمال والله يا جماعه. في حاجات لطيفه في السنه. اصبروا بس علينا. انتوا جاهزين؟ جاهزين. بس انا عشان يا عم الحاج زياده اسعار الكهرباء وكان في المترو. بسم الله الرحمن الرحيم. والقطارات كله بس. الحكومة بتقول إن الرغيف بيكلفها 125 قرش. كله يلعلع. أقطع الكهرباء ولا أغليها؟ لا والله في يوم الخير. ما أنت اللي مسخرة. والإنترنت الأرضي والإنترنت الموبايل. أه أحسن تفتكر إنه الأرضي بس. لا 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 الموبايل كمان. إيه يا شيخ؟ مكالمات الموبايل كمان. إيه يا شيخ؟ أسعار بقى إيه؟ الأسمنت والحديد معانا برضه. إيه بقى يا شيخ؟ معانا بقى الحديد والأسمنت والزيت العادي وكل ده معانا. ربنا يهد المفتري يا شيخ. اتكلم جد بقى شوية. الناس العادية محتاجة تفهم. مين دي؟ أنت يا شعب مش عارف تفهم. هتفهمك لميس دلوقتي. والفراخ قلنا بلاش. دمك بتدعي لك يالا. بلاش فول. بلاش كشري. بلاش اي حاجه. بتدعي لك جامد قوي. مش قد الشيله ما تشيلهاش. وزاره دعوتها استجابت. فاتاري ان الاستقامه والزهد في الدنيا. انا وخالي لسه مصلين صلاه التهدد. هو طريق الخير الكبير قوي للناس. بعد صلاه العصر سيدنا الحسين مدد حسين. المشكله ان اي حد يقول لك كلمتين ويعمل كده تحس انه مؤدب. شوف الواد مؤدب ازاي. اغني الناس. انا مش قايل لك يا خالي. اقطع الكهرباء ولا اغليها؟ اول ما ترفع ايدك لربنا ربنا مش هيرد ايدك خالص. انتوا بتظلموا الدعاء والله العظيم. جرا خال ده حكومه والحكومه امرها نافذ. ما احناش ان شاء الله فسده. خدنا اموالكم وضيعناها. وانا هقعد وراك يا سيد المعلمين. ضيعناها بفساد وبدلع. لا ما حصلش. يلا ده انت خلاص الثقه بقت مبتذله بيننا احنا الاثنين. طيب قصور رئاسيه. امال ايه؟ انا عامل قصور رئاسيه. بقى في عشق بيننا احنا الاثنين يا سيد الناس. اقطع الكهرباء ولا اغليها؟ دلع الروح قبل ما تروح. والله يا جماعه في حاجات لطيفه في السنه. اصبروا بس علينا. يا عزة رغيف العيش والدعم ملف شائك جدا. يا عزة رغيف العيش والدعم ملف شائك جدا سواء للحكومة. انت فين يا عزة؟ أو للمواطن. أنا لو ما الحكومة عينك وزيرة للتضامن الاجتماعي. كل الحكومات اللي فاتت السابقة في تاريخ مصر. إيه ده خال؟ دي جايبة لنا كوزلانشو. لا ياض دول حشيش بس صلاح وعبد الفتاح. الملف ده بالنسبة لها كان عامل زي سلك الكهرباء العريان كده. حسس وقول لي النتيجة. عناية يا قليل الأدب. اعذرنا يا خال أصل أنا وسخ. تقولش على نفسك كده خالك أوسخ. كان عامل زي سلك الكهرباء العريان كده. عشان تبقى معلم تعرف الحتة من أول ما تمسكها بإيدك. تجيبها يمين تيجي معاك. تجيبها شمال تيجي معاك. لمؤاخذة في الكلمة تسخنها تطرى في ايدك. حياتك يا خال كله دلوقتي مضروب. ما عادش في امان. والتاريخ اثبت انه التأخير كلفنا كتير. ما تشيلك من نقي العوالم ده مهزازة. رغيف العيش والدعم والمشي على الحبل.
لغاية النهاردة رغيف العيش بشلن. مين من الأجيال يعرف يعني إيه شلن أو يعني إيه خمسة ساب؟ إنه تقريباً 25 رغيف هيبقوا بخمسة جنيه. وبقول إحنا مصحصحين وبنطلب المدد من ربنا لأن إيد ربنا كانت معانا في كل خطوة. بس يا مزاكي هتموت نفسك يا مزاكي. إيده سبحانه وتعالى في كل خطوات، عشان كده ربنا سترنا. بس يا أختي بس عشان اللي بطنك بس. بس سلمنا على المكسيكي.